UNFM 91.2. Tout est simple. صباح الفل والياسمين على الناس المزياني. أي وقية الديكور والزينة اللي تملى العين، ولا تخمم ولا تحتار معايا، تاخو أفكار وتروتش الدار وتعمل أكبر أثر. واليوم اخترت باش نحكي لكم على الديكوراسيون أون بوا. خليني نبدأ لكم بالأسباب اللي خلتني نختار اللوح بالذات. أباغ كونو توندونس 2018 اللوح حاجة طبيعية و 100% صحية. أن فيت يمتص الروائح الخايبة في الدار وخاصة CO2. أن بليس اللوح يحافظ على رطوبة الدار ويخلي فيها درجة حرارة ديما مستقرة، خاصة كيف تبدأ أغذية الدار باللوح. وهوني نحب نعطي أستيوس للناس اللي تخاف منه على خاطر ينجم ويسوس، ونقول لهم سهل برشا. تو سامبلومون كيف نحبوا نمسحوا القاعة نزيدوا شوية خل التفاح وشوية زيت بدرة الكاتان للماء متاع المسحة. اللوح في الديكور يعطي وسع للبلاصة، وزيد هو من أكثر الحاجات الكلاس والغلاكسون خاطر ديما يفكرنا بالطبيعة. وما ننسيوش انه بارابور المعادن الاخرين اللوح يتسمى ارخص برشا، يعني او موان باش نوفروا شويه فلوس. اللوح نجم نعملو بيه ديكوراسيون اكستير متاع لي شوميني، واللي هي حاجه تري شيك ومع شتاء حاجه تعمل الكيف. نجم نعملو بيه ديكور لبيوت النوم تاع صغيرات على خاطر امن وصحي. وهنا نقترح عليكم افكار متاع ديكازي يحطوا فيهم الكتب متاعهم، والا دي بواط يحطوا فيهم لي جو متاعهم. نجم يكونوا اوفال والا كاري، ويبداو احلى كان يبداو ديغرادي في الطاي والعلو. النجم نحطوهم بلونهم الطبيعي وإلا ندهنوهم، وإلا جوست نعملوهم كوش سامبل بالفيرني تعطي لمعة مزيانة وفينو. في الصالة زادة نجم نعملو بيهم دي بونبونيير نحطوهم على الطاولة، وإلا نجم نعملو بيهم دي بو للنوار ويكونوا لوح زادة. أكسسوار غسال دوبان زادة ينجم يجيب اللوح كيما المراية ورفوف وغيرها. مش هكا أكا هاو لي مونتر الثريات وميم الحيوط نجم يجوب اللوح ويعطيو منظر ياسر مزيان. ونقولكم زادة أنو اللوح يتماشى مع كل شيء كيما الكوير الفيرفورجي وعلي كولوغ الكل. إن شاء الله يكون عجبكم موضوع اليوم، وما ننساوش حتى شي لو صعيب على خاطر تو اي سامبل.